وانت ليش اعطيته المفاتيح؟ ما كان استنيت يجي الاستاذ يوسف واعطيته اياه. انا بدي عزيز بيك يثق فيا، ما بدي اياه يستغنى عني. بدي اضل هون لحد ما اعرف مين اللي قتل اخوي مفيد. الله يرحمه. الله يرحمه. انا متاكد اللي قتله واحد من البيت، ما راح اتركه. وبعد فكر اني راح اغطي عليك انت وبرهامي النصاب تبعك. انا اول واحد راح يشهد ضدك. راح تبلغ عني يا كمال؟ راح تبلغ عن اخوك؟ حذرتك، رجع المصاري لاصحابها. احكي لك انا راح ابلغ عنك. كمال، كمال رد علي. ما عرفت وين راحت؟ لا بس شفته وهي طالعة. طيب بس ترجع بلغني فورا، انا في المكتب. إذنك. مع السلامة دكتورة. غبي، احنا ما رح نخلص من سيرة عزيز بيك. وهو شو مسوي؟ الريال كان يحمي ولده وما يبي أحد يعرف مكانه. على كل حال ماما، أنا ما كنت ناوي أحكي لك إشي لحد ما أرجع من السفر. اقرأي هذا الملف، أكيد راح تفهمي. شوف وجهك آخر. طرش لها سايق بروح يجيبها، ولا خلاص الشوق ذاب حنك مو بقادر تصبر، تبغي تشوفها اول ما توصل المطار. فهد انا اكلمك، لا تستوي لي بارد، رد علي لا تطنشني. انت وبعدين معاك، وبعدين معاك البنيه كلها ليومين، بتي زياره وبتروح وبعدين معاك. ما علي سامحني انا عصبيه شوي. زين حبيبي انا عندي لك شور، يعني شو رايك دامها جايه وجايه نعلن خطوبتنا ونسوي حفلة مرة واحدة، يعني نخليها تستانس معانا شوي تتونس المسكينة. سارة، حركات الحريم هذه أنا ما أحبها، اللي فيني مكفيني، سمعتي؟
زبايلك وصلت عندي على البيت. ممكن أعرف مين هاي الدكتورة لينا وشو دخلها بحياة هاي؟ من وين جابته؟ تسألني أنا؟ اسأل حالك شو بتعمل، تصرفاتك رح تضيعنا كلها. أظن أنه السيد عزيز صار لازم يزورنا على المستشفى. وليش لا؟ بزوركم. بصراحة ما أظن أنه أمل بتعرف إيش عن سيف. على العموم سجل رقمها عندك، وهي أصلاً طالعة براءة. براءة؟ طيب أعطيني الرقم. معك. أوكي حبيبي. بنضل على تواصل إن شاء الله. مع السلامة. الله معك سلام. دكتورة لينا، أنت محولة على التحقيق. ليش؟ الإساءة لسمعة المستشفى وتسريب معلومات خاصة عن المريض، وهذا بيتنافى مع أخلاقيات المهنة. وحضرتك عرضت حياة مريضة للخطر، وأهلها لازم يعرفوا شو اللي بيصير. دكتور، حياة مش بغرفتها. تفضلتي؟ تفضل. هو بطل ورانا شغل إلا الدكتورة لينا وحياة. تفضل ندور عليها. كيف يعني مش لاقينا؟ وين بدها تكون راحت يعني؟ هذا مستشفى. احنا أول ما إجانا بلاغ إنها مش موجودة، قلنا أكيد المكان الوحيد اللي ممكن تلجأ له هون. لا، أنا لازم أخرب بيتهم، لازم. اهدأ اهدأ يا عزيز بيك، خلينا نفكر وين ممكن تكون راحت. يمكن راحت عن جابر على المستشفى. شو بدي وديها عن جابر على المستشفى؟ بعدين شو بدي أعرفها إنه جابر في المستشفى؟ في واحدة دكتورة اسمها لينا زارتني وخبرتني إنه جابر كان يزورها بالمصحة. ما بعرف هالدكتورة، يمكن جاي بدها مصاري، ما عجبتني بصراحة. إحنا رح نتأكد، عن إذنكم. انت ليش ما قلتي لي من قبل؟ ما هو الزلمه دخل على المستشفى وانا ما بدي زيد عليك، بس بصراحه يا عزيز هاي الدكتوره لينا شكلها جاي تاخذ مصاري بحجه انها تدير بالها على حياتها. بعد كل اللي عملته عشانك، بعد كل التضحيات اللي ضحيتها عشانك، جاي تقولي شهاده ميلاد؟ شهاده ميلاد ايش اللي بتحكي عنها؟ انت مجنون؟ تصدق واحد منافق زي سالم؟ وانت شو بتفرق عن سالم بالله؟ ما انت كل عمرك مخليتيني حاطط راسي بالوحي المستحي منك ومن حالي. خلاص. انا اسفه والله، انا اسفه، انا اسفه ماما، ما كان قصدي. يا الله ما كان قصدي. ابعد عني. انا يمه يا الله مش قصدي. فعلا سالم ما قصد من عندك. صار له يومين مش جاي، بس انا اتصلت فيه وطمنيت على جابر، قال كويس. طيب خلي المفاتيح هدول معك، بس يجي اعطيها. حاضر، تمر بشي ثاني؟ سلامتك. على اذنك. اتصل فيها شو اقول لها؟ ابوكي بيموت وهي مدامها عايشه، ليه ما سالت عليه طول هالسنين؟ شو مخبيه وراكي يا سماح؟
صباح وين؟ وين يوسف؟ بنت عمك وين؟ اهدى يا عمي اهدى. راح قلت لها تسامحني وراح سامحتني راح سامحتني. انت وين بدك تروحي؟ مراد عم بدور عليك بكل مكان، يعني هاي المرة ما راح يتركك بحالك. يعني مش راح يلاقيني هون؟ انت ناسي انه بعت لي نهى؟ ويا عالم شو مخبيلي لقدام. روحي يا انجي، بس بدك تعرفي انه زارع لك عيوني بكل مكان، واذا نزلتي يمكن ما تلحقي تقطع الشارع. يا الله شو اعمل شو اعمل، والله اني تعبت. الله لا يوفقه الله لا يوفقه. وين اروح بحالي وين اروح بحالي؟ اهدي اهدي يا حبيبتي. طمني يا دكتور. لو سمحت يوسف استنى برا. لو سمحت. الحمد لله على السلامة، نورتي البلاد. الله يسلمك، منور بأهلها. فهد بصراحة أنا مش جاي زيارة زي ما حكيت لك على التليفون. في موضوع مهم عم بيصير معنا بعمان لازم تعرفوه، مشان هيك اجيت. ليش؟ صاير شيء؟ ممكن نروح نقعد بأي مكان نحكي لحالنا قبل ما نروح على البيت؟ إن شاء الله. حاضر.